عسلامتكم. حمادي غيلاني رئيس القائمة المستقلة الشباب للرقي عن دائرة القصرين. قائمتنا منغرسة فكريا في مشروع الحركة الإصلاحية التنويرية، أما سياسيا فهي سليلة المشروع السياسي الديمقراطي الاجتماعي التقدمي الحداثي، بمعنى أن قائمتنا مستقلة تنظيميا على الأحزاب، أما راهي ديما منحازة للوطن وأبناء الوطن. قائمتنا منحازة لمشروع الدولة المدنية ذات السيادة الوطنية والمؤسسات التمثيلية الفعلية والقيم الجمهورية وآليات الحكم الديمقراطي. قائمتنا منحازة لمشروع نمط مجتمعي تقدمي عصري مواطني أساسه العدل والمساواة. قائمتنا منحازة لمنوال تنموي تضامني يفرض تدخل الدولة، يوحد الوطن ويقرب الجهات، يجسد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات ويكرس كرامة المواطن وحقوق الإنسان. قائمتنا منحازة لمشروع ثقافي وطني يعلي قيم العقل ويجسد فعل التفكير أساسه النقد والإبداع. قائمتنا منحازة لقيم الإسلام الأصيلة المستنيرة المنفتحة على حقوق الإنسان وثقافة الديمقراطية. منحازة لتونس تتسع للجميع تنوعا وتعددا واختلافا في إطار توحد المجتمع ووحدة الوطن. منحازة للجهات المنسية المعدمة القسرين على وجه الخصوص من أجل حقها في النهوض، حقها في الرقي الاجتماعي، وحقها في الرفاه الاقتصادي. منحازة لكل المفقرين والمهمشين والمعطلين من أجل الحق في الحياة المواطنية والعيش الكريم. أهالينا أحبابنا في القسرين، كنا نعرف أن جهتنا معزولة اقتصاديا، منكوبة اجتماعيا، مهمشة سياسيا، من عهد البي موصلها من ثروات إذن البلاد حتى شيء، حيف صحي تربوي جامعي، غبن اجتماعي ترفيهي بي. وكنا نعرف موقع جهتنا الاستراتيجي وثرواتها المتنوعة والمتعددة، البترول، الغاز الطبيعي، الفوسفات، الزنك، الحديد، الرخام، كربونات دي كالسيوم، رمال باللور، الثروة الغابية والمائية والمنتوج السياحي الثقافي. ولكن تنميتها بقت منذ الستينات مرتبطة بالحلفة ومعمل الحلفاء الذي بدأت تشغل تضعف تشغيليته من اللي نقصوا له وحدات إنتاج. ولذلك نقول أهالينا وأحبابنا كنا نعرف أن جهتنا ما ينقصها حتى شيء، كان الإرادة الفعلية لأهاليها لمواطنيها لشبابها وقواتها وكفاءاتها للالتفاف حول جهتهم والالتفات إليها حول خدمتها وتنميتها والنهوض بمستوى العيش فيها. ولذلك أقول لكم القائمة المستقلة الشباب للرقي والبناء ما عندهاش فلوس، ما عندهاش وعود، ولكن بكم انتوما وبدعمكم وتصويتكم لها راهي تنجم تغير برشا حوايج في القسرين. ولذلك صوتوا لأبنائكم، صوتوا للقوى الشبابية، صوتوا للقائمة المستقلة الشباب للرقي والبناء.